أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني الصناعي، أهلا وسهلا بكم الصف الثاني الثانوي الفني لمادة الفيزياء في برنامج في بيتنا مدرسة. أهلا وسهلا بكم، ودي هناخد نبذة صغيرة جدا جدا عن منهجنا السنة دي. طبعا الطالب الفني بيسأل هو ليه بيدرس أصلا فيزياء. طبعا احنا اتفقنا قبل كده وخدنا كلام كتير جدا واتكلمنا عنه، ان من غير فيزياء انا ما اقدرش اعيش في حياتي. الفيزياء هي كل حاجة حواليا، الفيزياء هي عبارة عن التلفزيون، التلاجة، الغسالة، الموبايل، الشمس، القمر، تعاقب الليل والنهار، تفسير الكهرباء الاستاتيكية اللي هي الكهرباء اللي بحسها في بعض الملابس، الإلكترونات، التيار الكهربي اللي في المروحة، اللي في التلاجة، اللي في الغسالة، كل ده عبارة عن فيزياء. الشمس بتظهر أو النجوم أو كل دوت عبارة عن برضو فيزياء. يعني معنى كده إن الفيزياء مهمة جدا جدا. درسنا في سنة أولى برنامجنا في بيتنا المدرسة، وخدنا نبذة قبل كده واتكلمنا عن قوانين نيوتن. مين قوانين نيوتن؟ طبعا نيوتن كلنا عارفينه، اسحاق نيوتن. اتكلم عن الجاذبية، واتكلم عن معادلات الحركة، واتكلم عن قوانين الثلاثة بتاعته، واتكلم عن قوة جذب الأرض، وخدنا رحلة طويلة كبيرة جدا جدا في سنة أولى. طب في سنة تانية بقى هندرس إيه؟ هندرس حاجة اسمها الموائع. يعني ايه كلمة مائع؟ مائع يعني ملوش شكل محدد، وهي عبارة عن بعض المواد اللي ليها قدرة على الانسياب. يعني ايه تنساب؟ يعني مثلا لو انا جبت كوباية مية وجيت اصب، ببص الاقي سائل بينساب معايا بسهولة، معنى كده ان ده مائع. طيب لو انا جيت فتحت ازازة برفان او سبرتو او كحول او اسيتون، اي حاجة من اللي فيها الروائح الطيارة دي، ببص الاقي بتنتشر بسرعة الريحة في الغرفة، معنى كده ان دوت برضو مائع. يعني الموائع هي عبارة عن بعض المواد ليس لها شكل محدد، او تتحط في اناء بتاخد شكل الايه الاناء ده. طيب انا عندي انواع من الموائع، عندي في منهجي هندرس حاجتين من الموائع، موائع ساكنة وموائع متحركة. طب الموائع الساكنة دي بدرس جواها ايه؟ طبعا ساكنة يعني ما بتتحركش، ممكن ادرس حاجة اسمها الضغط، ممكن ادرس حاجه اسمها الكثافه، ودرسنا الكثافه دي تقريبا في خمسه ابتدائي. ادرس حاجه جديده اسمها قاعده ارشميدس او ارخميدس. هدرس كمان حاجه اسمها التوتر السطحي. فكره كده بسيطه عن المنهج مع بعضينا كده في رحله سنه تانية. كلمه الكثافه، طبعا انا لما اجي اتكلم عن الكثافه عامه، اي جسم احب اعين كثافته لازم يبقى عندي كتله وحجم. يعني كلمه الكثافه هي عباره عن كتلة وحدة الحجوم، يبقى لازم عشان أثبتها أو أعينها بقدر أجيب الإيه الكتلة والحجم. طب الكثافة دي أقدر أحددها؟ قال لي طب أقدر أحددها بإيه؟ بقوانين، بعض القوانين. طب القوانين دي طبعاً إحنا عارفين إن الفيزياء زي الرياضة بالظبط، لازم القوانين تتذاكر كويس جداً وتتحفظ. طيب في سنة تانية تقريباً معظم الحروف بتاعت الكميات الفيزيائية بتبدأ بحرف الانجليش بتاعها زي الانجليزي. ازاي يعني؟ يعني كمثال لو انا بتكلم عن المساحه معناها اريا، يبقى الرمز بتاعها ايه؟ طبعا ايه كابيتال. لو بتكلم عن الفورس اللي هي القوه، يبقى رمزها اف. لو هتكلم عن البريشر بي، يبقى ده انا بتكلم عن الضغط. يعني معظم الكميات الفيزيائيه. طب حد يقول يعني ايه كميه فيزيائيه؟ احنا خدنا في سنه اولى ان الكميات الفيزيائيه هي عبارة عن كميات أساسية، زي مثلا الطول، الكتلة، الزمن، القوة، الحجم، المساحة، الضغط، كل دي عبارة عن كميات فيزيائية. لازم أعرف الكمية الفيزيائية بتتقاس بإيه وأقدر أحددها من بعض القوانين الرياضية. طيب نرجع للكثافة. هي كثافة كنا بنقول كتلة على حجم، معنى كده إن أنا أقدر أقول الكتلة اللي هي عبارة عن ماس، يبقى الرمز بتاعها M. الحجم فوليوم، يبقى في، يبقى اقدر اقول ان ام على في. طب كلمه الكثافه اللي هي رمزها رو، وده كله ناخده مع بعضينا ونعرفه في منهجنا باذن الله. طيب يجي ساعات يجي يقول لي مثلا وحده قياس الكثافه ايه؟ الكثافه عندي انا عشان ادرسها كويس لازم اعرف الوحدات الاساسيه بتاعتي تبع النظام المتري الدولي، وبرده ده انا خدته في سنه اولى. عندي خدت نظام جاوس اللي هو بيدرس الطول بالسنتي والكتله بالجرام والزمن بالثانيه. اما في نظام المتر الدولي عالميا ان الطول بقيسه بالمتر
والكتلة بالكيلو جرام والزمن بالثانية، وخدته طبعا شدة التيار وكمية المادة، درجة الحرارة، قوة الإضاءة، كل ده خدناه في سنة أولى. طيب أنا هقدر أقول إيه بقى؟ هقول إن وحدة قياس الكثافة هي كيلو جرام اللي هي الكتلة لكل أو على المتر مكعب. طبعا بالترتيب مع بعضنا في المنهج هنعرف. طيب أنا أذاكر إزاي الكثافة؟ طبعا الكثافة لازم أحفظ، طبعا الفيزياء معظمها حفظ. طب بالنسبة للرموز والقوانين والمسائل أفهم الأول وبعد كده هضطر يعني هبتدي إن أنا أحفظ. لو أنا فهمت كويس جدا المادة غصب عني هبص لاني حفظت، لان انا فهمت خلاص الخطوه الاولانيه الاساسيه ايه اتفهمت. طيب نيجي بعد كده في تاني خاصيه من خواص المواقع زي الضغط. الضغط اسمه بريشر بي. طب الضغط عباره عن ايه؟ ببساطه جدا لو انا بايديا كده ضغطت على الترابيزه يجي فيها قوه، والترابيزه في حته صغيره كده مساحه، فهقول هي القوه المؤثره عموديا على وحدة المساحات، يبقى ده بقى بسميه ايه؟ الضغط. ده الضغط في المواد الصلبة. يبقى في الضغط محتاجة حاجتين، قوة ومساحة. طيب الضغط رمزه بي، بريشر بي بتقيلة. بتساوي ايه؟ قال لي بيساوي قوة اللي هي الفورس اف على المساحة اللي هي المساحة اللي هي عبارة عن ايه؟ مساحة اي جسم طول في عرض، يعني متر في متر، يعني متر مربع ده وحدة القياس. طيب بالنسبة للمساحة الرمز بتاعها ايه؟ اريا ايه تربيع. يعني اقدر اقول ان الضغط بيساوي ايه الاف عندي على الايه القوة على المساحة اللي هي على ايه. طيب وحدة القياس عندي بقول ان هي القوة، درسناها زمان في ابتدائي ودرسناها بالتفصيل الممل في سنة أولى، بسميها بالنيوتن اللي هو إسحاق نيوتن. أما المساحة بقيسها بالمتر مربع، يعني نيوتن لكل متر تربيع. ده بالنسبة للضغط. طب هل في ضغط للسوائل؟ قال لي آه في ضغط للسوائل، أقدر أتكلم عنه وأقدر أحدد ليه. لو أنا جبت مثلا عايز أعرف أحسب إزاي، دي تجربة، احسب ازاي الضغط في باطن سائل يجي ازاي. زي ما انتم شايفين كده ده عباره عن حوض، والحوض عندي فيه ميه سائل، وده عباره عن لوح خشبي، وعايز اعرف اجيب الضغط بتاعه. طب دوت بالنسبه للفيزياء يجي ازاي في الامتحان؟ ببساطه جدا ممكن يجي احسب قيمه الضغط عند اي نقطه في باطن سائل، او سؤال بطريقه تانيه احسب او عين الضغط من العلاقه الاتيه، بي بتساوي بي اي زائد اتش رو جي. مين البي؟ هي الضغط. بي اي هي الضغط الجوي اللي احنا عايشين فيه. اتش ده اللي هو الارتفاع الهاي بتاعي. جي هي الجرافيتي او عجله الجاذبيه الارضيه. رو هي الكثافه اللي كنت بتكلم عنها من شويه. مع بعضينا في المنهج طبعا احنا بناخد بس مجرد ايه فكرة بسيطة جدا عن المنهج بتاعنا، هنعرف ازاي نقدر نحسب ونحدد ونفهم ازاي احسب قيمة الضغط اللي عندي. طيب في التجربة دي المطالب بيا ايه؟ ان انا طبعا لازم احفظ الرموز كويس جدا، لازم افهم العلاقات الرياضية، يعني اقدر افهم المساحة هجيبها ازاي، الحجم هجيبه ازاي، القوة، الضغط احنا لسه مكلمين عن الضغط من شوية، الرو اللي هي الكثافة برضو كلمنا عنها من فترة، اقدر احدد بيها، واقدر اجيب في الاخر البي اللي هو البريشر اللي هو عايزه اللي هو الضغط. طيب بتكلم عن حاجه جديده اول مره اسمع عنها، الضغط الجوي اللي هو بي اي اللي هو الاتموسفير بتاعنا اللي احنا عايشين فيه. دايما نقول الضغط الجوي اللي احنا عايشين فيه ده تقريبا 76 سنتيمتر من الزيبق، وكلنا تقريبا شفنا معظمنا الجهاز اللي بنقيس بيه الضغط. وانا رايح عند ماما عند الدكتور، او انا تعبت الدكتور قاس لي ضغطي عالي او منخفض، لكن الجهاز ذات نفسه بلاقي دايما فيه انبوب رفيع كده، والانبوب ده فيه سائل فضي اللون، دي ماده الزئبق. ماده الزئبق دي طبعا هي عباره عن فلز ولكنه في صوره سائله، وله خواص الفلزات كلها، يعني له بريق ولمعان، له قدره على التمدد، له قدره على التاثر بدرجه الحراره، طبعا ممكن يستخدم كهربيا في بعض التجارب، احط فيه سلك فبيمر فيه التيار الكهربي.
ببص الاقي لما اجي استعمل جهاز الضغط الاقي سائل الزئبق بيطلع وبينزل حسب ضغط الايه الانسان اللي هيتقاسله. معنى كده ان انا الضغط الجوي مرتبط بحاجه اسمها ايه الزئبق. طيب لو انا حبيت احسب او اعين الضغط الجوي ده ازاي هقدر اعينه؟ طبعا اكيد باجهزه. الجهاز عندي بيبقى اقدر اتكلم عنه اسمه البارومتر الزئبقي. بص نشوفه مع بعض كده. عباره عن اناء، طبعا هو من هنا شارح الحالات كلها بتاعه الزئبق. ده عباره عن حوض او اناء به زئبق، الماده دي زئبق، وانبوب رفيع طويل اهو طوله متر. هذا الطول بيبقى طوله بالظبط متر. انبوبه منكسه، منكسه يعني ايه؟ مقلوبه، يعني الفتحه بتاعتها من تحت اهي زي ما احنا شايفين، وفي الايه المعلق من فوق مغلق اهو، وبحطها في الحوض اللي فيه زئبق، بملاها للاخر واحطها في الحوض اللي فيه زئبق ده. ببص الاقي بعد فتره طبعا من التجربه هنلاحظ ان الزئبق ده مستواه بيقل شويه، بينزل يعني، ويسيب فراغ حته فاضيه من الانبوبه. طب انا اصلا كنت حاطط الزئبق في الانبوبه كامله وكان محطوطه في الحوض برده مملوء بالزئبق، او عشان الضغط الجوي ما بيقدرش يشيل الا طول معين من ماده الزئبق، فبالتالي بينزل جزء صغير كده وبيتكون منطقه اسمها فراغ، والمنطقه دي اسمها فراغ تورشلي، ونبقى نتكلم مع بعضينا في المنهج عنها. طب اسم الجهاز ايه؟ ممكن يجي سؤال يجي يقول لي اسم الجهاز المستخدم لتعيين او لقياس الضغط الجوي، اسمه البارومتر الزئبقي. اسمه ايه؟ البارومتر الزئبقي. طيب عندي كمان ممكن ان انا اقدر اشوف جهاز يسمى الاواني المستطرقه. خدناه في اعدادي، اللي ما يعني مش فاكر، هو عباره عن عده اواني مختلفه الشكل والسعه. يعني ايه الشكل والسعه؟ يعني واحد شكله مثلا مستقيم اهو زي الاناء الطويل، واحد مخروطي زي القمع اهو، واحد مخروطي بس مقلوب، واحد زجزاج او خط منكسر، واحد زي الدوره بتوع الكيمياء. اجهزه كلها اواني زجاجيه مختلفه في الشكل، والسعه اللي هي حجم السائل اللي جواه. ولكن لو انا بصيت كويس هلاقي ايه؟ هلاقي ان السائل متساوي في جميع الاواني، واخد خط استقامه واحده. طيب هو ينفع طبعا انا بعقلي كده، هل ينفع ان انا اجيب اواني مختلفه في الشكل والحجم بتاعها اللي هي السعه واحط فيها اي سائل؟ سائل هو سائل واحد طبعا، باين من اللون ان ده سائل واحد. ينفع ان انا اعمل التجربه دي؟ طبعا انا في البيت عندي صعبه جدا ان انا اعملها، بس يعني ما عنديش الامكانيه، بس بسهوله ممكن اجيب الشاليمو الشفاطه اللي هي التخينه شويه، واجي اروح انا تانيها، ولما بتنيها ببص الاقي هتعمل حرف الايه؟ اليو. انا مش هقدر، ما عنديش امكانيه الجهاز الاواني ده، فهعمل ايه؟ اجيب الانبوبه التخينه شويه اللي هي الشاليمو واتنيها، واروح حاطه صبه بشويش كده ميه في اي فرع من الفرعين اللي هم اليو. ببص الاقي السائل بيطلع في احد الجوانب وبيرتفع في الجانب الثاني لوحده. طبعا طبعا دي خاصيه لوحدها، هي ارتفاع السوائل في الاواني على مستوى افقي واحد. مستوى افقي واحد اللي هو مستوى عيني او مستوى الترابيزه. طبعا ده بيرجع لي حاجه اسمها الضغط الجوي اللي هو البي اي اللي اتكلمنا عنه من شويه. طيب الضغط طبعا متساوي للانبوبتين او اللي هو الشاليمو او الجهاز اللي عندي قصادي ده، مفتوح معرض للهواء الجوي، فالضغط الجوي بتاعه متساوي طبعا، هو ليه رقم معين، وبالتالي بقدر السائل عندي يبقى على استقامه واحده. طبعا السائل ليه؟ لانه ده سائل واحد. ممكن اغير الميه، ممكن احط شويه كيروسين، ممكن زيت، ممكن ميه بلون، اي ماده ملونه عندي شويه زهره احطها في شويه الميه واشوف عشان اشوف الاستقامه بتاعه الجهاز. طبعا ده يرجع لوجود الضغط الجوي. لكن لو انا جبت في الانبوبه نفسها وحطيت مادتين مختلفتين غير متجانستين، يعني ايه غير متجانسه؟ يعني ما بيدوبوش في بعض، يعني ماده ما بتدوبش بماده. طبعا انا عايزه سوائل، يعني مثلا يمشي ميه وزيت او ماء وكيروسين. طيب في الانبوبه اللي عندي اللي على شكل الحرف اليو دي اسمها انبوبه ذات شعبتين او فرعين، هبص الاقي اللي بيحصل، هلاقي فرع امتلأ بالسائل اللي هو زي الميه، والفرع الاخر امتلأ بسائل الزيت او الكيروسين. الاثنين ما بيمتزجوش مع بعض. كلنا عارفين طبعا ان الزيت والكيروسين ما بيدوبوش مع بعض ولا يمتزجوا،
ويبقى كل واحد ايه في ناحيه. فببص الاقي طب يا ترى افكر كده، هل الارتفاع هيبقى متساوي؟ هل السائل الميه والزيت متساويين؟ نشوف المنظر كده في الانبوبه اهي. طبعا الانبوبه باينه على شكل حرف يو اهي. ناحيه منهم فيها زيت للمظلله دي، والناحيه الاخرى فيها ماء، والاثنين مفتوحين للبي اي اهو، الضغط الجوي بريشر بتاعي. فطبعا الاثنين مفتوحين. في الحاله اللي اتكلمت عنها من شويه طبعا كان الاثنين ميه، فكان المستوى واحد، لكن في الحاله دي ده ميه وزيت، يعني سائلين غير متجانسين ما بيدوبوش في بعض. طيب نبص كده، نركز شويه، نبص نلاقي الارتفاع في الانبوبه هنا الماء لغايه الارتفاع ده، وفي الزيت ارتفاع اعلى. معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا لما اجي اعمل التجربه دي عشان اعين حاجه اسمها الكثافه النسبيه للزيت. يعني ايه كثافه نسبيه للزيت؟ ان انا عايزه اعين الكثافه بتاعه السائل بتاع الزيت عندي. فبجيب الانبوبه اللي هي ذات الشعبتين، وبحط احد السوائل في فرع، ولو انا صبيت السائل الاخر فوقيه هيرتفع، بديهي هيرتفع السائل الاول في فرع وناحيه، والسائل الاخر في الناحيه الاخرى، ومش هيتجانسوا مع بعض ويختلطوا ببعضهم. من التجربه دي بقدر اعين يا اولاد يعني ايه كثافه نسبيه للزيت، واقدر احدد كويس جدا. طبعا انا هعمل ايه؟ هعمل اجيب علاقه، والعلاقه دي هستخدمها اللي هي العلاقه اللي خدناها قبل كده. طبعا انا ما درستش بالتفصيل، انا لسه باخد بس ايه رحله صغيره كده في المنهج بتاعنا، وحته حته كده. إيه هقدر من العلاقه بتاعه الضغط الجوي هقدر استعملها، واقدر اعين الكثافه النسبيه للزيت. وبعرف طبعا ان اكيد الارتفاع مع التجربه، ان ارتفاع السائل الاول اللي هو الماء بيختلف عن السائل الثاني اللي هو الزيت، وباين قصادنا في التجربه. طب يعني ايه اصلا كثافه نسبيه؟ الكثافه النسبيه هي كثافه الماده الى كثافه الميه. اي ماده قال لي ايه يعني، ممكن الومنيوم، ممكن حديد، ممكن نحاس، ممكن رصاص، بس هو مثبت الماء. يعني انا بعمل نسبه وتناسب، نسبه بين كثافه الماده الى كثافه الميه، بس بشرط عند نفس درجه الحراره. يعني انا لو حبيت احسب الكثافه النسبيه للالومنيوم مثلا عند درجه 30، يبقى لازم احسب الكثافه النسبيه للماء عند نفس الدرجه اللي هي 30. من كده بقدر اعمل التجربه، واقدر اجيب علاقه بين الكثافه للزيت، واقدر احدد كثافه السائل اللي عندي اللي هو الماء والزيت. بعد كده ممكن ان انا اتكلم عن جهاز يسمى المانومتر. اسم الجهاز ايه؟ المانومتر. وده جهاز زي ما احنا شايفين شكله كده، عباره عن انبوبه. طبعا يعني معظم الاوقات شكلها على حرف يو، ومن ناحيه اليسار بتمتلئ بانتفاخ، هذا الانتفاخ فيه غاز، الانتفاخ ده جواه ايه؟ غاز. اما الطرف الاخر بلاقيه مفتوح معرض للهواء الجوي، يبقى ناحيه مفتوحه وناحيه مغلقه بالغاز اللي عندي. طب هو جهاز المانومتر ده بعمل بيه ايه؟ عايزه ليه اصلا؟ اصل جهاز المانومتر هو عباره عن جهاز، وهذا الجهاز بيستخدم لقياس ضغط الغاز. اني غاز؟ اي غاز، ممكن غاز الاكسجين، ممكن غاز الهيدروجين، ثاني اكسيد الكربون، النيتروجين، اي غاز عندي عايز احدد الضغط بتاعه بقدر احدده بهذا الجهاز، ويسمى المانومتر. يعني انا خدت كده الاولاني اسمه البارومتر الزئبقي او بارومتر تورشيلي، ده لقياس الضغط الجوي. اما ده الجهاز الاخر اللي هو المانومتر، ده بقى بستخدمه لقياس ضغط الايه؟ الغاز. وبقدر احدد برضو، اقدر اعين بيه تجربه بسيطه جدا، ازاي اجيب بيه غاز اللي هو ضغط الغاز، من خلال القاعده اللي انا اتكلمت عنها من شويه اللي هي المستوى الافقي للسوائل، بحيث ان هو الضغط في الانبوبه مثلا عند نقطه معينه عند ايه بيساوي الضغط عن بي، وبقدر امشي بالاثبات او بالخطوات لغايه ما بقدر احدد واعين ضغط الغاز. طيب في وحدات لقياس الضغط، وحده ايه؟ احنا دايما بنقول ان الضغط بيتقاس بالسنتيمتر زيبق، ممكن في بعض الطلبه اتقالت الكلمه دي قدامهم. طيب انا عايز اعرف بقى ايه هي وحدات القياس. طبعا عندي وحدات كتيره جدا لقياس الضغط، زي مثلا نيوتن لكل متر تربيع،
وده بيجي من تعريف الضغط، هو القوة يعني بالنيوتن وحدة قياسها. الضغط اللي هو قلنا القوة على المساحة اللي هي A وتقاس بوحدة المتر المربع، يبقى نيوتن كل متر تربيع، ودي وحدة قياس في نظام المتر الدولي العالمي اللي خدناه في سنة أولى. في وحدة تانية تسمى الباسكال، عشان في قاعدة تسمى قاعدة باسكال. الباسكال هو بيساوي نيوتن لكل متر مربع، يعني ممكن في الامتحان ببساطة يجي يقول لي الباسكال بيساوي نقط، أو اختار أو صح وغلط، يبقى أنا حافظ إن الباسكال بيساوي نيوتن لكل متر تربيع. في وحدة تانية تسمى البار، في وحدة تسمى البار، في وحدة تسمى سنتيمتر الزئبق، في وحدة تانية تسمى مليمتر زئبق، وفي سنتيمتر زئبق، وفي وحدة تسمى الطور. يعني عندي وحدات كتيرة جدا لقياس الضغط، ناخدها مع بعضينا في المنهج. طيب من شوية أنا قلت إن في واحد قاعدة اسمها قاعدة باسكال. إيه قاعدة باسكال دي؟ ده عالم من العلماء استخدم القاعدة في حاجة اسمها المكبس الهيدروليكي. إيه هو المكبس الهيدروليكي ده؟ زي ما احنا شايفينه كده، إناء جواه سائل، وعلى الناحية اليسار في مكبس، ده دواسة، لكن الناحية اليمين في مكبس بس كبير شوية. المكبس ده فوقيه تقل، أو زي ما احنا هنشوف بيبقى متصل بالعجل الخلفي للسيارة. المكبس ده عبارة عن ايه؟ بيتكون من مكبس صغير مساحة مقطعه ايه صغيرة، ومكبس اخر كبير مكبس مساحة مقطعه ايه كابتل، والمكبس الصغير ده ولاد هو عبارة عن فرامل السيارة، الفرامل اللي موجودة جوه العربية، اي عربية بقى، ان كانت اي نوع، ميكروباص او اتوبيس او عربية ملاكي، اي عربيه جوه في عند الدواسه دايما في دواسه البنزين، في الدبلياج، في عندي الفرامل. فكره باسكال دي هو فكر فكره لذيذه جدا، قال ايه؟ انا ممكن اطبق القاعده بتاعتي على فرامل السياره. طب هي القاعده بتاعته بتقول ايه اصلا؟ اسمها قاعده او مبدا باسكال. بنقول ايه؟ اذا حدث ضغط على سائل، والسائل ده موجود في حيز معين زي ما احنا شايفينه كده، ان هو موجود في السائل دوت في الانبوبه اللي على شكل حرف يو، انا هدوس واضغط من المكبس الصغير، فالضغط هتبتدي تتزايد وتزيد جدا جدا جدا، كاني انا بدوس وبزق، فيزيد الضغط داخل السائل، فغصبا عنه يروح بسرعه ناحيه المكبس الكبير، وبالتالي بيضغط على المكبس الكبير بكل قوته، بتكون الضغط ده تزايد بسرعات كبيره جدا جدا جدا، فيدوس على المكبس الكبير، والمكبس الكبير ده اصلا متصل ب فرامل السيارة، وبالتالي بتقف العربية. يعني العربية الضخمة الكبيرة دي قوي بتقف ببساطة جدا جدا في ثواني، يعني مجرد ما أنا بدوس، طبعا بدني دايس على دواسة البنزين، مش بدوس وبرفع، لا أنا بدوسها ولغاية ما العربية تقف. دي فكرة بسيطة جدا جدا، طبعا هي اللي طبقها وعملها وقالها هو العالم باسكال، عشان كده بنسمي المكبس الهيدروليكي اللي هو ببساطة فرامل السيارة باسمها، اسم العالم بتاعها هو تطبيق على قاعدة باسكال أو مبدأ باسكال. نفس فكرة رفع الأوناش، إن أنا أقدر أرفع الكتل الحديدية واستخدمها بسهولة جدا جدا عن طريق المكابس. ممكن كمان الكوريك اللي هو بيرفع العربية، بضغط عليه بزود الضغط فبيرفع العربية، وطبعا ده بيستخدم، ممكن أنا يبقى عندي واحد استخدام شخصي او موجود في الجراجات او المحلات بتاعه تصليح السيارات. دي كلها فكره بسيطه جدا جدا اللي استخدمها باسكال. طبعا باسكال عمل، طبعا مش الفكره دي بس، لا ده عمل قاعده باسمه، وعمل حاجه اسمها الفائده الاليه. ايه الفائده الاليه دي؟ ابتدى يحسب طبعا بالرموز وبالمقادير، يحسب الكتله بتاعه الجسم اللي هو هدوس عليه بتاع الدواسه، عشان يقدر يحدد الكتله بتاعه العربيه. فكان لازم عنده حاجات كتير جدا عشان يقدر يجيب الضغط، كان لازم عنده قوه وعنده مساحه. احنا قلنا من الاول ان الضغط بيساوي قوه على مساحه، اف على ايه. طيب الاف دي هجيبها منين؟ اول اف اللي هي على المكبس الصغير اللي هي رجلي، القدم بتاعتي، انا هدوس برجلي
على المكبس، والمكبس طبعا مساحته صغيره، يبقى ده ايه سمول. واف سمول اللي هي القدم بتاعتي او الدوسه بتاعتي على المكبس. الدوسه الصغيره دي هتتزايد زي ما قلنا بسرعه كبيره جدا في زيت الفرامل، اللي هو السائل اللي موجود ده اللي هو زيت الفرامل. الزيادة دي هتزيد بسرعة كبيرة جدا وتصل إلى المكبس الآخر اللي هو المكبس الثاني. طب الضغط لما يحصل هناك، طبعا هو إيه اللي الضغط ده يجي منين؟ نتيجة للقوة اللي موجودة عندي اللي هي إيه؟ وزن السيارة، الوزن بتاع السيارة اللي هي هتقف، ومساحة المكبس الكبير اللي هو موجود عندي. وقدر يعمل علاقة وسمى العلاقة دي اللي هي قاعدة باسكيل، وقدر يجيب منها حاجة اسمها الفائدة الآلية. طيب في حاجة جديدة كمان في منهجنا نسمع عنها اللي هي أرشميدس أو أرخميدس. مين أرشميدس؟ هو عالم من العلماء اكتشف ان ممكن بعض الأجسام تطفو على سطح الماء. يعني ايه تطفو؟ يعني تبقى على وش المية، زي مثلا كده لو انا جبت حتة سفنجة وحطيتها او حته فل فلين عود كبريت وحطيته على سطح كوبايه فيها ميه، ببص الاقيها تطفو على سطح الماء. نفس الكوبايه لو انا جبت المسمار او جنيه حاجه معدن ورحت حطيتها مع القطع الخشبيه، ابص الاقيها ايه؟ بتنزل في القاع. ممكن اجيب مثلا قطعه من الموس والف عليها فتله كده تتقل سنه واحطها في نفس الكوبايه، ابص الاقيها ايه؟ في نص الكوبايه. جه ارشميدس او ارخميدس ده قال ايه؟ ده في حاجه بتطفو على سطح الماء، وفي بعض الاجسام بتبقى معلقه اللي هي في النص، وبعض الاجسام الاخرى اللي هي تغوص في الماء. طبعا وانا صغير كنت بقول اصل ده خفيف وده تقيل، يرجع لايه؟ كثافته. الكثافه يعني ايه؟ احنا الكثافه هي عباره عن ايه؟ هي كتله وحده الحجم، خدناها اول حاجه اتكلمنا عنها. فعشان ده كثافته خفيفه فطفى على وش الماء، اما ده عشان كثافته تقيله المسمار مثلا فايه؟ فغاص في باطن الارض. لا ده واحنا صغيرين في ابتدائي. احنا دلوقتي في ثانوي فبناخد معلومات اكتر ونتعلم اكتر. ارشميدس فسر الكلام ده بايه؟ بقوانين الطفو بتاعته. قال ايه؟ قال اذا غمر جسم كليا او جزئيا في سائل فانه يلقى دفع من اسفل الى اعلى. هذا الدفع بيساوي وزن وحجم السائل المزاح. يعني ايه؟ انا مش فاهم. يعني انا لما بحط اي جسم اذا كان خفيف او تقيل جوه السائل اللي هو الماء، هنعتبر طبعا احنا بنتكلم دايما عن الميه، بلاقي ان الميه مجرد ما بحط الجسم الغريب ده فيها قوه اسمها قوه دفع السائل. نحفظها الاول رمز كده على بعض، اسمه قوه دفع السائل. هذه القوه تدفع وترفع الجسم ده. طب القوه دي موجوده على طول؟ موجوده. اذا كانت القوه قليله مش هتقدر تشيل الجسم زي المسمار او الجنيه، قطع معدنيه، مكعب، زلطه، بليه، ابص الاقي الميه عايزه تشيل الجسم مش قادره لان وزن الجسم ماله تقيل، يبقى عشان كده الجسم بيغوص. اما قطعه الفلين او القطعه الخشبيه الخفيفه ببص الاقيها طافيه على سطح الميه. ليه؟ وزنها قليل. طيب تقدر الميه بقوه الدفع دي تشيل؟ لان وزن الجسم قليل، اما قوه الدفع ايه؟ كبيره. طب بالنسبه للجسم المعلق ايه حكايته؟ الجسم المعلق ده ببساطه خالص زي السفينه، زي الباخره، زي المركبه، اي حاجه من اللي هي بتعوم على وش الماء. طب انا لما بشوف الباخره او السفينه، هل هي ماشيه على طراطيف صوابعها زي قطعه الفلين؟ نبص كده. لا، السفينه طبعا انا عندي ببص الاقيها نصها فوق سطح الماء ونص اخر تحت سطح الماء. طبعا هو مش باين بس احنا عارفين دايما ان في جزء كبير تحت سطح الميه. طيب الجزء اللي فوق ده طبعا بيبقى فيه الاشخاص، واذا كان الكراسي والاوض وكل حاجه ايه بنستعملها في، اذا كانت السفر او البواخر او المراكب او اللانش اي حاجه. اما الجزء اللي هو تحت سطح الماء ده دايما بيبقى فيه جوه في خزانات ميه، في الموتور، في العده كلها، في حاجات كتيره جدا جدا تحت، فيها المضخات، فيها اجهزه كتيره جدا تحت. الطبيعي المركبه او السفينه مش هتغرق اذا كان في حاله اتزان. الاتزان يعني تساوي. يعني ايه تساوي؟ يعني الجزء اللي فوق الماء وزنه يساوي الجزء اللي تحت الميه.
طب ما هو تحت الميه، الميه بتحاول تشيله بحاجه اسمها ايه قلنا؟ قوه دفع السائل. ماشي، بس لو كانت المركبه تقيله جدا يعني وزنها كبير، الميه مش هتقدر تشيلها، فهتبص تلاقي المركبه ايه؟ غرقت، او السفينه او الباخره او ايا كان. يبقى لازم في حاله تساوي. فارشميدس قال في قوانين الطف ان لازم قوه دفع السائل اللي هي جايه من الميه بتساوي وزن السائل، عشان كده يحصل اتزان او استقرار زي المراكب. طب ما هو في مراكب بتغرق. طبعا المراكب لو هي يعني جيده وصالحه طبعا بيبقى اكيد في سبب، زي مثلا سمعنا كلنا عن حاجه اسمها الهجره الشرعيه اللي بيحصل فيها بعض الشباب يحبوا يسافروا ايطاليا اوروبا علشان يشتغلوا هناك. انا عندي مركبه، المركبه بتاعتي مثلا ساعتها تقريبا 50 شخص. طبعا في الوقت دوت بيبقى عندي مش 50، بيبقى عندي حوالي 100. فبعمل ايه؟ باخد بركب فيها الولاد، وباخد ايه عشان اكسب فلوس اكتر. طبعا هي الغرض منها طبعا هو المكسب، يعني انا مكاني والكتله بتاعتي المفروض ووزني ما يزيدش عن 50 شخص. يبقى المفروض ان انا كل شخص احطه يبقى فيه خطر على المركب وعلى اشخاص هؤلاء الشباب. فاللي بيحصل طبعا هو بيحط كميه كبيره جدا، عدد كبير جدا من الاشخاص، وبالتالي عشان يسفرهم. بعد فتره طبعا الميه ما بتقدرش تشيل التقل ده كله، وزن الاشخاص تقيل، لكن القوه مش قادره يحصل اتزان عشان تصل بالسلامه. فاللي بيحصل ان المركبه بتغرق وبيغرق الشباب معانا. يبقى عشان كده نعرف ان ليه في حالات الهجره دي، ان لما يكون العدد زياده بيحصل غرق للشباب. يبقى ارشميدس هو اللي قال قوانين الطف. طيب في كمان حاجه اسمها التوتر السطحي. يعني ايه توتر سطحي؟ التوتر السطحي لو انا عندي جزيئات، اي جزيء ماده حطيته على السطح، هل هو هو لو في جزيء اخر حطيته في باطن السائل؟ التوتر السطحي دي ظاهره مختلفه عن قاعده ارشميدس. احنا بندرس كل دوت في الموائع الساكنه، ودي خصائص الموائع الساكنه او خواص الموائع الساكنه بتتميز بايه. التوتر السطحي ده ببساطه جدا، انا ممكن وانا ماشي مثلا في بركه او ميه مش نظيفه او جنبي ترعه، ببص الاقي لو ركزت شويه الاقي في بعض الحشرات ماشيه على سطح الماء. الحشرات دي بتبقى عباره عن كائن طبعا صغير جدا جدا، ممكن اللي هي دايما بتبقى معظمها يرقه الناموسه اللي هي البعوضه يعني. ببص الاقي الحشره بتمشي على وش الماء، ما بتغصش، هي خفيفه صحيح ممكن تغرق بسهوله، ولكن هو في ايه؟ في حاجة اسمها التوتر السطحي. التوتر السطحي ده بيعمل ايه؟ بيعمل غشاء او غلاف بيفصل بين الهواء وبين سائل المية. بيعمل ايه؟ كحاجز او ايه؟ غلاف. بيقلل من مساحة السطح بتاعة السائل اللي عندي. فبتستطيع بسهولة بعض الحشرات السير على سطح الماء. يعني معنى كده التوتر السطحي هي ظاهرة بنعمل بيها ايه؟ لزيادة مساحة السطح المعرض للهواء الجوي. طب يبقى انا عندي هعمل ايه؟ هحدد ازاي الطائر سوري الحشرة تعوم او تسبح على وش الماء. ممكن ببساطة جدا افسر في تجربة ازاي الجسم على سطح الماء يتأثر بقوة غير الجسم على في باطن الماء. ازاي يعني؟ يعني لو حطيت اي جزيء لاي مادة على سطح المية، نصها معرض للهواء الجوي ونصها معرض للسائل اللي هو الماء. طب هتتأثر بإيه؟ بالقوة من تحت من أسفل. فبلاقي الجزيء اللي على سطح الماء دايما بياخد شكل نصف دائرة، أما الجزيء اللي في باطن الماء أو في النص بيتأثر من جميع، هو جوه المية كله، كل الجوانب بتاعته جوه الماء، فبيتأثر بقوة من جميع الاتجاهات بتاعتي. وده تفسير لظاهرة التوتر السطحي. ظاهرة التوتر السطحي كمان ممكن ان انا استخدمها في حاجات كتيرة، تطبيقات في حياتي. طب انا بدرسها ليه اصلا؟ لا، انا ممكن ادرس التوتر السطحي في حاجات كتيرة في حياتي، زي مثلا انا لسه قلت من شوية قدرة الحشرات اللي هي السيرة على الماء.
ممكن جدا جدا ان انا اقدر اتخلص من الحشرات دي ومن يرقات البعوض واي حشرات وطفيليات، انا بلقي كميه من الزيت او الكيروسين فوق سطح المياه. انا عندي ميه بركه، ميه مستودع، ميه راكده، المجاري ضربه بقالها مده، فطبعا الريحه صعبه بتبقى، وبعض الحشرات بتتكون، وطبعا غير الامراض والهواء ملوث. ببساطه جدا بجيب كميه من الزيوت او الكيروسين واروح القيها على سطح الماء. طبعا انا عارف ان الزيت بيطفو سطح الميه لان كثافته اقل. طيب ايه اللي بيحصل؟ اي حشره او كائنات حيه هتبقى موجوده في الماء لان هي اصلا كانت في الميه. انا عملت عازل بين الاكسجين بتاع الهواء الجوي وبين الحشرات دي عشان ما تعرفش تتنفس. فالحشره عايزه ايه؟ عايزه تطلع فوق سطح الميه عشان تقدر تتنفس. طبعا مش هتقدر تخترق الحاجز بتاع الجاز او الزيت، طبعا يعني ببساطه جدا هتتزحلق وايه وتقع. فتفضل الحشرات عندي واليرقات موجوده في المياه الراكده، وبالتالي بتتخنق وبتموت. يبقى انا خلصت عليها. طبعا هي ما بتبقاش واحده ولا اتنين، طبعا بيبقى عددهم بايه بالالوفات. ممكن كمان اعمل عمليه تسويه لفوهات الانابيب الزجاجيه المكسوره. لو حد فينا شاف ازاي اي اواني زجاجيه بتتعمل، طبعا كلنا بنشوف الشخص بيبقى قاعد قدام اللهب او الفرن بتاعه وبيبتدي يشكل الاواني، يدخلها شويه مجرد ما تلين، مش تسيح ميه، لا تلين تطرى شويه، يقدر يشكلها وبعدين يدخلها تاني ويخرجها. طب انا هستفيد من التوتر السطحي في ايه؟ يعني دي حاجه علميه. قال لي لا، انا لو عندي مثلا انابيب اللي هي البايركس اللي بتستخدم في المعامل الكيميائيه او المعامل الطبيه، مفيش مشكله، هما نفس النوع تقريبا. ايه اللي بيحصل؟ ان هي بتتكسر الفوهه بتاعتها، الفوهه اللي هي بق الانبوبه، تتشرم او تتكسر منها حته، يعني انبوبه سليمه كلها الا الجزء العلوي ده. ببساطه جدا ممكن ان انا اعرضها للهب. ايه اللي بيحصل؟ ببص الاقي القطعه دي لما تبتدي تلين بتبص الاقيها ابتدت ترجع دائره كما كانت، يحصل لها عمليه استداره بايه؟ بخاصيه التوتر السطحي. يعني انا ممكن ببساطه جدا بدل ما انا ارمي الانابيب اللي بتتكسر، لا، الانابيب اللي بتتكسر خالص طبعا بيعمل لها اعاده تدوير، لكن انا بنتكلم عن الانبوبه اللي فيها فتحه صغيره او فوهه بتاعتها كسرت حته صغيره او شرخت منها حته. ممكن كمان استخدم التوتر السطحي في خاصيه النظافه بالصابون. طبعا كلنا عارفين ان الصابون بنظف بيه ايا كان نوعه. انا مجرد ما بحط الصابون على الميه وابتدي اغسل بيه الهدوم بتاعتي، ببص بعد فتره الاقي الهدوم اتغسلت. ايه اللي حصل؟ بسبب خاصيه التوتر السطحي بيحصل انفصال الماء عن الصابون، وابتدي الصابون يتغلغل في الملابس ويزيل الاتربه والدهون والكلام ده. يبقى انا معنى كده ان يعني الزوار بتاعتي بستخدمها في حياتي. عشان كده احنا دايما يعني بننبه على ماده الفيزياء ان هي مهمه جدا في حياتنا، وطبعا في سنه تانيه هنلاقي فيه تطبيقات كثيره جدا في حياتنا. ده بالنسبة لظاهرة التوتر السطحي. عندي بقى ظاهرة تانية بتسمى قوة تماسك وقوة تلاصق. ايه الظواهر دي؟ ظواهر غريبة شوية. دلوقتي لو انا الماء المطرة بتنزل، حد فكر المطرة بتنزل شكلها ايه او شاف المنظر؟ ببص الاقيها عبارة عن ايه؟ شبه دايرة، ممكن واخدة بيضة شوية، بيضاوي. القطارة بتاعت العينين لو انا دوست كده ونزلت قطرة عينين، ابص الاقيها عبارة عن ايه؟ قطرة دائرية. معنى كده ان السوائل في بعض الاحيان بتبقى على هيئة دوائر. دي بسبب قوة تسمى قوة التماسك. قوة التماسك دي بتخلي جزيئات المادة متماسكة جدا جدا مع بعضها، فبالتالي بتعمل شكل دايرة او كرة، ودي مهمة جدا وبقدر اشوفها من المطرة او القطارة. طب ما فيش الا المية بس؟ قال لي لا، ممكن جدا اعملها او اشوفها لو انا عندي بستعمل كنت ترمومتر والترمومتر اتكسر مني. ايه اللي بيحصل؟ بلاقي سائل الزئبق اللي جواه كون شويه كور كتيره على الارض. هو سائل المفروض زي الميه ياخد مساحه كبيره ويتفرد على الارض او على الترابيزه ايا كان، لكن لا، ده بيعمل ايه؟ بيعمل دوائر بسرعه بسرعه بسرعه، دوائر. ليه؟ اصل قوه التماسك بتاعته شديده جدا، فلما تكون الماده قوه التماسك بتاعتها شديده بيعمل دايره. طيب ما انا عندي الميه كان المطره مثلا نازله قطرات نزلت على الارض، ايه؟ فردت على الارض، خدت سطح ايه؟ املس كده. طب ده ايه؟ يبقى مش بقوه التماسك. قال لي لا، ما في قوه تانية اختها اسمها قوه التلاصق.
وقوة التلاصق دي بتعمل ايه؟ بتحاول ان هي تشد القطرة او تفرد القطرة اللي عندي. اذا كان تماسكها ضعيف يبقى التلاصق بتاعها قوي، زي لو انا جبت مثلا شوية مية حطيتها على لوح الازاز او الرخامة في البيت او لوح خشب ايا كان او الارضية، ببص الى الارض تنساب وفيها المية بتتفرد عليها، يبقى معنى كده مفيش تلاصق ايه، مفيش تماسك شديد. التماسك يبقى ايه؟ قطرة الماء تبقى ايه، مدورة زي اللي هي نازلة من المطرة، لكن مجرد ما اتحطت على السطح اتفردت، يبقى معنى كده التماسك قل والتلاصق هو اللي ايه اللي بقى كبير. وطيب طب انا ما قلتش كده من شوية على قطرة الزئبق. الزئبق لما بيتحط على اي سطح اذا كان زجاجي او خشبي او على الرخام، ببص الاقيه برضو بياخد شكل دايره، لان ماده الزئبق قوه التماسك بتاعتها شديده جدا جدا جدا. حتى لو انا مثلا كمثال الترمومتر، طبعا احنا معظمنا ما عندناش زئبق، لان الزئبق اصلا من المواد السامه، وزئبق ماده بتكسر الذهب وبتفككه وتحوله لحاجه تانية، لانه من المواد الانشط تبع السلسله النشاط الكهروكيميائي في الكيمياء. لو انا مثلا كونت قطره زئبق كبيره على سطح المرايه وحبيت ان انا امسكها بايدي، ورا ما اجي امسكها بص الاقي ايه، بقت كور صغيره، دوائر دوائر صغيره، معنى كده ان انا مش هقدر اجمعها او افردها، لان قوه التماسك بتاعتها شديده جدا. طيب عندي ظاهره تانية اسمها زاويه بتاعه التماس. يعني ايه زاويه التماس؟ انا لما اتكلمت عن قطره الميه على لوح الازاز قلت ان هي هتتفرد على سطح الزجاج، معنى كده ان في حاجه اسمها زاويه بين قطره الماء وسطح الزجاج بتاعي. ممكن انا لاحظ الزاويه دي في البيت، بس يعني ايه، عايزه عيون دقيقه شويه. لو انا جبت كوبايه عصير من اللي هي الشوب رفيع، مش المساحه مقطعه كبيره، لا رفيعه بتاعت زمان قوي دي، وحطيت فيها سائل مثلا ميه او عصير، وبعيني كده احاول ابص للايه، المستوى بتاع السائل، هبص الاقيه اولا واخد انحناءه لاسفل، يعني واخد دايره كده لسنه، ومرفوع سنه من الجنبين. من هنا انا بقدر احدد زاويه التماس، هي بتبقى زاويه في بطن السائل، يعني في الماده اللي عندي اللي هو زي العصير او زي الماء، وبقدر احددها بجدار الاناء وبين المماس بتاع السطح الايه اللي منحني اللي هو المدور ده. طيب هي ليه خدت السطح المدور؟ يعني ليه ما مش مستقيمه؟ طبعا احنا لما باجي بصب ميه في كوبايه كبيره واسعه بحس ان السطح بتاعي مستقيم. الانحناءه دي بنسميها تقعر، ما بتبانش الا في الاواني الضيقه، ممكن زي كوبايات الشوب اللي انا قلت عليها سوري او الشاليمو الشفاطه. اللي بيحصل؟ بيحصل ان قوه التلاصق بتاعه الميه بتبقى كبيره، فبتحاول تشد القطره فبتعمل الانحناء بتاعتي او التقعر ده. طيب لو انا جبت قطره الزئبق وحطيتها في نفس الشوب او نفس الانبوبه، ابص الاقيها واخده شكل دايره من فوق. اسم الدايره دي تحدب، محدبه واخده شكل دائره، لان قوه التماسك بتاعتها شديده جدا. طيب لو انا جبت اناء حوض مثلا فيه ميه سائل واحد، وجبت انبوبتين زي مثلا انبوبه شاليمو من الرفيعه بتاعه البيست والانبوبه التخينه اللي هي لوحدها كده بتتباع لوحدها، وحطيت الاناء وشفت المنظر ايه، ببص الاقي السائل بيرتفع في الانبوبه اللي هي رفيعه جدا اعلى من مستواه في الانبوبه الضيقه. بصوا كده على الرسمه، عبارة عن أنبوبة رفيعة وأنبوبة تخينة زي اللي احنا قلنا عليها. أنا حطها في حوض فيه سائل واحد، يعني زي المية مثلا، المية خدت اهي الشكل الانحناء اللي قلنا عليه اللي هو المدور لأسفل. لو أنا بصيت الأنبوبة اللي ناحية الشمال هلاقيها رفيعة، والأنبوبة اللي ناحية اليمين تخينة شوية، مساحة مقطعها كبير شوية. ايه اللي بيحصل؟ قال لي الانبوبه كل ما تكون رفيعه السائل يرتفع الى اعلى، اما لما تكون الانبوبه مساحه مقطعها كبيره شويه او تخينه شويه السائل يبقى لتحت، والاثنين مفتوحين من اعلى للضغط الجوي اللي احنا اتكلمنا عنه. ايه تفسير الظاهره دي؟ دي ظاهره تسمى الخاصيه الشعريه،
وبستخدمها في حياتي. طبعا مش كل الناس، بس يعني انا هنحكي ازاي بنستخدمها. اسمها يا اولاد الخاصيه الشعريه. الخاصيه الشعريه دي هي عباره عن ارتفاع السوائل داخل الانابيب الزجاجيه الضيقه زي ما احنا شايفين كده. السائل ارتفع الى اعلى، طبعا بيرتفع لوحده مش انا اللي بسحبه، ودخل في الانابيب الضيقه اللي هي الانبوبه اللي على اليسار. طب هو ارتفع برضو في الانبوبه اللي على اليمين، بس دي مساحه مقطعها اكبر اوسع شويه. يعني هي ظاهره عاديه موجوده، يعني انا ممكن اوي في البيت اول حاجه اعملها اجيب كوبايه احط فيها عصير، واجيب الشاليمو الشفاطه واحطها ايا كانت واسعه او ضيقه من غير ما اشفط. هبص الاقي السائل ارتفع لوحده، دي اسمها خاصيه شعريه، هي ارتفاع السوائل لوحدها داخل الانابيب الضيقه. طب انا عندي بقى الشاليمو او ضيقه واحده واسعه، واحطهم الاثنين في نفس الكوبايه بتاعه العصير او الميه، هبص الاقي السائل الاثنين بيرتفع برضه، ولكن في الواسعه الارتفاع اقل، اما في الضيقه الارتفاع اعلى. طب انا هستفيد من ايه؟ انا مالي الانبوبه قليله ولا كتيره وتخينه ولا رفيعه؟ دي بنستفيد منها في ري الايه ال في ري الاراضي الزراعيه. طبعا احنا عارفين ان في انواع من اراضي زراعيه، في رمليه وفي طينيه وفي الصفراء، ما لناش دعوه بالصفراء. الرمليه مفككه زي الرمل عادي، فانا لما بحط الميه بتتسرب بسرعه، فدي بتعتبر كأن الجزيئات اللي بينهم وبين بعض واسعه زي الانبوبه الواسعه، فالميه لا تحتفظ معاها بسهوله. طب نيجي بقى في الانبوبه الضيقه اللي هي التربه الطينيه بتاعتنا بتاعت مصر بتاعت النيل. لما اجي اشتري مثلا راس فجر بالطينه، اجي اشيل الطينه بص الاقيها ايه؟ متماسكه حته على بعضها. ليه؟ لان قوه التماسك بتاعتها شديده جدا جدا. وايه اللي بيحصل؟ قال لي لما باجي اروي الارض ميه نتيجه للخاصيه الشعريه دي، ولان حبيبات التربه الطينيه بتبقى ضيقه جدا جدا زي الانبوبه الرفيعه، فبترتفع الميه بسهوله. اذا كانت ميه بروي ميه او مياه ابار وعيون او في ميه جوفيه، فبتطلع بسرعه وتروي الاراضي. يعني معنى كده انا بستخدم التطبيقات بتاعتي في الحياه، يعني الموضوع الميه ده مهم جدا. في كمان ممكن ان انا اتكلم عن اللزوجه. اللزوجه دي اللي هي الدم، لما انا بتعور ببص الاقي الايه قطره الدم بتتجلط تنشف، هي اسمها بنقول احنا بالبلدي تتجلط. انا اقدر برضو ادرس اللزوجه واعرف ايه اهميه اللزوجه عندي لقطره الدم. بصوا احنا عندنا في منهجنا في سنه تانية جميل جدا جدا، يعني انا بعتبره من اجمل المناهج عندنا في الفني الصناعي. وده يعني انت هتحبه، بس هتذاكره ازاي؟ طبعا كل تجربه لازم تذاكر، القوانين لازم تذاكر، اهم حاجه نحفظ الرموز كويس جدا، التطبيقات بتاعتها لان بتيجي في الامتحان، قدره حل المسائل. طبعا احنا ما خدناش مسائل النهارده لان احنا كنا مع بعضينا في رحله سريعه جدا جدا عن جزء من المنهج بتاعنا في سنه تانيه. ولازم الواحد يبقى يقدر يحدد هو عايز يذاكر فعلا ولا عايز مجرد ان هو ينجح وخلاص. طبعا احنا كلنا هدفنا التفوق مش النجاح بس، فلازم الطالب يبتدي ان هو يهتم من اول يوم ويقدر يحفظ الرموز. اذا كان مش قادر يحفظها يحاول على قد ما يقدر يحفظها طبعا بالورقة والقلم. الامتحان بيبقى سهل جدا جدا، ولكن لازم يبقى الطالب ملم باجزاء المنهج. الجهاز لازم ابقى اعرف ارسمه كويس، ممكن يجي يقول لي ارسم الجهاز او فيما يستخدم او قارن، ممكن يجي يقول لي وحدات القياس، احنا عندنا وحدات قياس برضه كتيره في المنهج، عندنا تعليلات سنه تانيه مليانه بكم كبير جدا جدا من التعليلات بتاعتنا، فنقدر نعرف الفرق بين الخاصيه. انا قلت خواص كتيره النهارده، قلت الضغط، قلت الكثافه، قلت الكثافه النسبيه، قلت قاعده باسكال، التوتر السطحي، قلت قوه التماسك والتلاصق، قلت قاعده ارشميدس، اديت نبذه صغيره عن اللزوجه. كل الحاجات دي مهمة جدا جدا، وبقدر أفرق بينها لأن كل خاصية ليها طبعا تعريفاتها، ليها أسئلتها، ليها إزاي أقدر أتعرف عليها، ليها تكاية صغيرة كده أقدر أعرف بيها. أنا مبسوطة جدا جدا إن كنت معاكم النهاردة في رحلة صغيرة جدا جدا في منهج سنة تانية فيزياء، وأتمنى ألقاكم على خير. إلى اللقاء.